لو الحكاية فيها إن فيديو. أرحب حضراتكم جميعا الأصدقاء القدامى شركاء المنتدى والأصدقاء الجدد الذين يحضرون معنا لأول مرة، أهلا وسهلا بكم في منتدى حوار الثقافات من الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية. الهيئة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصري، وتفتخر بأنها تخدم في المجتمع المصري منذ الخمسينيات من القرن الماضي. الهيئة تأسست سنة 50، ومن سنة 50 إلى يومنا هذا تخدم الهيئة المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين. فيكو